إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليكم المشاهدين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ بخير يعني، اش اخباركم؟ ايوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عاوتاني الفطور ديال اليوم نهار 14 في رمضان. المهم غنديروا البيتزا، عندنا شويه ديال الفينو، شويه ديال الفورس، عندنا هنا الخميره، خميره حبيبات، غنديروا شويه ديال الملحه. درنا دابا غنديروا الملحه على الدقيق، راكم عارفين الخميره والملحه ما متفاهمينش، ما كيتلاقاوش. غنديروا شويه ديال الزعتر، الزعتر مطحون، طحناه انتوما، وغادي نعجنوها بالحليب والماء دافي. المهم عندنا هنا الحليب، جبناه في الثلاجه وخلطناه مع الماء السخون باش يولي دافي. ايوا هادشي اللي كاين. والمهم دابا غادي تعجنها رشيده، غادي تذوب زوار الملحه، زوار ايوا حمصيده عرفت، غادي تذوب زوار الملحه، الخميره، الخميره ايوا غادي تذوب الخميره هي الاولى. ايوا تخلط مع هذاك الدقيق كامل، الفينو والفورس. المهم دابا غادي تعجنها مزيان ودير ليها شويه ديال الزيت العود، ضروري من الزيت العود في البيتزا في العجينه ديالها. ايوا كنديروها زعما، ماشي ما عرفت واش ضروري ولا ماشي ضروري. المهم شاركت معكم الفطور ديالنا عاوتاني هاد النهار. ايوا هذا ما كان. دابا غادي ندير ليها شويه غادي دير ليها شويه ديال الزيت العود، المهم غير مقدار واحد المعلقه، راكم عارفين الزيت العود كي دايره لهاد الوقت، 100 درهم راه بزاف. وغنديروا شويه ديال الابزار، هدير لي شويه شويقين، غير واحد شويه ديال الابزار وصافي. وغادي نخليها تكمل ليها العجين ديالها، وغادي ندوزو باش نشارك معكم داكشي باش غادي نعمروها ان شاء الله. دابا غادي نشارك معكم الحشوه ديال البيتزا ديالنا. عندنا هاد الطوم، هاد الجوري، وعندي الفلفله راه فايت ليكم شفتوها، وعندي هنا الفرماج موتزاريلا والفرماج الحمر. المهم هادشي كامل حيدتو في الفريغو، هادو بجوج. وعندي بصلة غادي نشلطها مزيان، غادي نرققها. ايوا المهم الحشوة داتنا، راه نعمرها يطحن البيتزا هي إلا غرو يطحن تسترديلي نتي مزانين تي فلفل تا حلاوت تفرقاش تخان تا وراخ تا انت زيزاو تا زبوخ تي المهم شايخ نتي الفريكو سي لي غدا طرمضان الا وري الفرماج دا غا زبوخ دا الموتزاريلا تظالمت خلاه ما طيشاتين ورساتي لو نشارك عدبي غا يطخن وظالمة تسديد غا مزيان. اشكون الحشوة ورني غا تسيسنو، غادي نخليو الحشوة هكا قاصحة ما غاديش نطيبوها لا هي ولا العجينة، ما غاديش ندير ليهم ديك نص طيبة. غنديرو كلشي هكاك في الطاوة ونديرو في الفران، راه هادشي راه رققتو بزاف بزاف بزاف، عرفت واش غادي يبان؟ واش غادي يبان السمك ديال هاد البصلة زعما، المهم راه رقيقة بزاف. وما غاديش نخليها هكا طويله، غادي نقص نقطعها هكا باش تجي زوينه هكا. المهم تبعوا الفيديو حتى تشوفوا الشكل ديال البيتزا ديالنا كيفاش غنديروا ليها ان شاء الله. المهم كل نص هكا كنقسموا على ثلاثة باش تجي البصله رقيقه وتجي ما وتكون ما طويلاش بزاف. المهم غادي نقطع هادشي ونرجع، حيت الا بقيت كنقطع معكم راه الفيديو غتكون فيه شي 20 دقيقة واقيلا. غادي نقطع الفيديو حتى نكمل هادشي ان شاء الله ونرجع. المهم يعني ساليت البصله ديالي، قطعتها طريفات صغار هانتوما. عندي هاد لاصوص ديال الماطيشه نيت واجده، هاد الجاهزه
صافي غادي ندير هادي بلا ما نستعمل هاد الاخرى، حيتاش الصراحة هادي غالية. عرفتو شحال دايرة البارح عندنا في السوق، والبارح عفوا ماشي البارح، والبارح في السوق دايرة 10 دراهم الكيلو. يا صافي قلت غادي ندير هادي، ما حد هادي كاينة غادي نديرها. يا صافي دابا المكونات ديالنا واجدين، الحشوة ديالنا وجدات. صافي غادي نخلي هادشي كامل حتى تخمر ديك العجينة، ملي تخمر مزيان وغادي تذوب ليا هاد الفلفله حتى هي شويه، وحتى في الفرماج موزاريلا، ونتلاقاو باش نقرصوها عاوتاني ونعمروها ان شاء الله. المهم راه غادي نديرها واقيلا وحده نيت كبيره هكا في لاطا ديال الفران، وكنظن هكا احسن ندير نيت وحده في دقه وحده ونتهنى. حنا ما عندناش داك ميني بيتزا ولا ميني، عندنا نيت البيتزا صحيحه وحده كبيره نيت التناي. المهم هادشي اللي كاين، يلا تبعت زيدنا غدير الفيديو. ادور التوم ادور التوم هذا اخت يان لايك شانل بارطاج كيف العاده، بارطاجيو باش طلع علينا القناه ان شاء الله. ايوا المهم نلحقوا شوال نختوجد. ايوا المهم ردي خمروا رش ان شاء الله. ايوا نعيد دابا باش نغرفنا هي تربي الماء. ايوا صافي هنايا العجينه ديالنا راه صافي خمرات. هنايا جا خالي حمو باش يزورنا. صافي ما بقيتش تنصور وكنهضروا هكا. صافي قلت ماشي مشكل نصور حتى الليل وندير المونتاج. ايوا المهم العدد ديالهم كيجيو تيزورونا كي الله يخلص ليهم الله يطول في عمرهم. خوالي احسن خوال في الدنيا الله يخليهم لينا والله يخلي له قر ديما بيناتنا. المهم القوت هانتوما كتشوفوا قرصناها، درنا كما قلت لكم بيتزا ماشي ميني بيتزا. المهم درناها كبيرة نيت تبارك الله. المهم دغيا غادي نثقبوها دغيك. ايوا سمعتو تاش الحيط عرفت سري غا تسولق تاش الحيط ري غا داو نسولق تا عرفت. صافي يا تركويا دابا غادي نتقبوها. هانتوما كنديرو دابا هاد الماطيشة يا رماطيشة ماطيشة غادي دهنها مزيان. المهم راه ما كنديروش ديك نص طيبة ولا كنخليوها نيت هكا. بسم الله. المهم دابا غادي نرشوها بشويه ديال الفرماج الاحمر. كترتي هو ديري شويه يا اختي ديري شويه. الفرماج غالي وما كيكونش هنا في مسمرير، كيكون داك شويه ديال دوك الطروفه الصغار. انا كنشريه من بومال تيكون رخيص على مسمرير. رزق لي ديك البومال اللهم امين. المهم راه بومال فرمطناه صعيب الحال. المهم صراحة الفرما هاد الفرماج والموتزاريلا كيكونوا غاليين في مسمرير صراحة. صافي كنمشي البومال كنجيبهم وكنديرهم في الفريغو. بالنسبة لهاد البصلة درنا ليها شوية ديال هاد الخلطة ديال البيتزا، هادي خلطة بيتزا درتها وهي وشوية ديال الملحة، حيتاش قريت هاد المكونات ديالها راه فيها الابزار فيها كلشي. صافي قلت بلا ما نزيد غير الملح صافي. يعني صافي غادي تخلط هادشي كامل، غادي تخلطهم وغادي نديرو الطبقه الاولى ديال البصله ان شاء الله. غادي نسبقو البصله. المهم هي كتفرش ليها دابا البصله، غدير ليها البصله هكا. راه حتى حاجه ما طيبناها باش يكون في علمكم، ما طيبنا لا بصله لا فلفله لا حتى حاجه لا عجينه. دابا غادي نديرو شويه ديال الفلافل. الفلفلات الوان فلافل والوان انواع انواع ودودو نوعان. المهم غادي نرشوها بهاد الفلافل حتى هما. دابا غادي نديرو الطون، ها هو خلطناه مع الزيت ديالو. راه حنا ما كنحيدو لا الزيت لا حتى حاجه، غنديرو ليه الطون حتى هو نوزعو كلشي كنديروه. المهم البيتزا ديالنا يشوفوها الطليانيين يعتزلوا البيتزا اللي مهم هو نفطرو مع داغين.
نعمروا الكريشه. شي ناس غيضحكوا فينا ولكن ماشي مشكل. دابا غادي نرشوها بشويه ديال ديك دوك التوابل ديالها. رشيده يديها فازقين، قلت ليها بلاتي نرشها عليك، انا يديا ما فازقين. صافي غادي نرشوها هكا بشويه ونزيد ليها شويه ديال الزعتر، حتى هو الزعتر مطحون نقيته وطحنته. صافي نرشوها هكا بشويه ونديروا ليها شويه ديال الزيت العود. صافي نديروها ونخليوها طيب حتى تقرب طيب ان شاء الله. عاد غادي نرشوها من الفوق بالفرماج الحمر والموتزاريلا، ونديروا ليها الزيتونات كحلين زويتينات شانتا الزيتوني. المهم تونيا اللي نقص نديرها ونيتنتي. هانتوما يا الخوت البيتزا ديالنا طابت. دابا رشيده كتقطعها. ها المغرب كيأذن. الله اكبر. اللهم بك، اللهم لك أصمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت يا رب الأرباب. بسم الله ذهب الظما وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. بسم الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أحياء منهم ويا أموات إنك سميع مجيب قريب قريب الدات يا رب. المهم غادي نقطعوها هكا ونوريكم قطعة واحد طريف نوريها للمتابعين كذا. هانتوما ها هي البيتزا ديالنا، راه طايبة وزوينة. بغيت نوريكم هنا طايبة ماشي محروقة، راه كتبان هنا بحال إلا محروقة ولكن راه ما محروقة، غير التيليفو كتبينها بحال إلا محروقة مشات الزلطي. غير المهم هادشي اللي قسم الله عاوتاني الفطور ديالنا ديال هاد النهار، درنا البيتزا. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.